بركاته، كيف حالكم يا شباب؟ شلونكم؟ مبسوطين اليوم يا اخوان؟ عملنا مقطع جديد عن فورتنايت، واليوم يا اخوان راح نعلمكم جليتشات اكس بي. وبسم الله خلوكم مع المقطع. طبعا هذا الماب الاول لو ما الكود معركة الاساطير. حط الكود هذا او باختصار باختراح اكتب KNAS، او اذا ما طلع لك شوف دي الحين بكتب كي ان كي ما انت تقرا ذا KNAS. شوف الحين بش يطلع KNASSSS. خلاص ايوه تكتب KNAS يطلع واحد من ذا ثلاث مابات. حط هذا، تخش عليه تخلي لعب برايفت. تاكد برايفت، تاكد برايفت، تخش لعبه خاصه وبسم الله. واذا ما انت مشترك اشترك يا حبيبي. هيبه شيل هيبه. اتحيي الشباب اللي حطوا اشتراك ولايك. السلام عليكم. راح فين؟ راح هناك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. 0038133121254. نحط الماب يا اخوان، نحط قبول، تخش لعبة خاصة ولك من علامة الاكس بي موجودة. وبسم الله كالعادة بوريكم تفنن هذا البناء وتغير في تايمر. اتوقع التايمر يتكسر البناء. اخيرا دخلني نبدا الماب. يحط اي شيء، تخش لذا وتستنى سؤال من نص ساعة الى 40 دقيقة، واذا انتهى الوقت خلنا نرجعكم. يلا بي رايت باك. والحين شباب بعد ما رجعنا لكم زي ما نسويها نحط 3 4 6 8 5 ونحط صح. طيب حلو الاكس بي. اي بسم الله. راح نضغط 700 زر، اول زر ضغط 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 ضغط. ها اديله. طيب خش البونسر روم. وين الزر؟ اوكي بجمع 100,000 بطلع. ولا اقدر انقل مرة ثانية؟ والله اقدر. بحطه في الاكس بي. اسبه في الجزي. ليفل. ليفلين. تقريبا ثلاثة. هذا اللي شوي. لا لا لفل لفل لفل. اوكي وين شباب وصلت الفيديو؟ لا تنسوا اللايك ولا اشتركوا في القناة. واذا ما انت مشترك اشترك.